حاجة مهمة جدا لازم تعرفها بخصوص الضمائر دي. الضمائر دي حبيبي اسمها indefinite pronouns، يعني ضمائر غير معرفة. الضمائر الغير معرفة دي حبيبي شكل someone, somebody, anyone, anybody, something, anything، كل دي حبيبي بقول عليها indefinite pronouns، ضمائر غير معرفة. طب يا ترى بقى ايه الحاجات اللي انا لازم اعرفها بخصوص الضمائر الغير معرفة دي؟ اول حاجة حبيبي لازم اعرف ان الضمائر الغير معرفة دي بتعامل معاملة المفرد، يعني بيجي وراها فعل مفرد مش جمع. بمعنى ان لما اقول someone is ولا are هنا لازم اقول is. طب somebody have ولا has هقول له has. طب لما اقول everyone play or plays هقول له plays. يبقى لاحظ حبايبي ان دايما الضمائر الغير معرفه دي بتاخد فعل مفرد، ما ينفعش تاخد فعل جمع. طب الحاجه الثانيه المهمه بقى اللي انا لازم اعرفها بخصوص الضمائر دي، قال لي لما اجي اعوض عنها اعوض عنها بضمير جمع مش ضمير مفرد. بمعنى ان انا بعوض عنها بthey او في الملكيه there or theirs او في المفعول بthem. يعني مثلا لما اجي اديك جمله شكل دي واقول لك everyone has ولا have arrived on time، يعني كل الناس وصلت في الميعاد، واسالك انا هاخد have ولا has، هنا لازم تقول لي has arrived on time. طب لو انا هكمل بقى الجمله ب question tag يعني سؤال مزيل، يا ترى هقول hasn't she ولا hasn't he ولا haven't they؟ هتقول لي لا، الضمير الغير معرف ده على انه خد فعل مفرد الا انه بعوض عنه بضمير جمع، فبالتالي هقول حبايبي haven't they، يبقى هنا انا عوضت عنه بthey، يبقى بياخد فعل مفرد لكن الضمير العايد عليه لازم يكون ضمير جمع. طب الكلام ده مستر يمشي مع everything something و anything؟ هقول لك لا طبعا، لان في everyone و someone و somebody احنا مش عارفين بنتكلم على مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث، فبالتالي بنجيب they. اما بقى everything و anything كده كده الشيء حبيبي بعوض عنه بقت، الاسم غير العاقل او الشيء غير العاقل بعوض عنه بقت، فبالتالي لو في everything لو في nothing لو في anything كده كده عوض عنه بقت. فلو جي قال لي مثلا حبيبي everything is ولا are okay هقول له is okay. طب يا ترى هقول aren't they ولا isn't it؟ هقول له لا هنا بقى isn't it. ليه؟ لان everything عوض عنه بقت عادي جدا. يبقى تاني حبيبي كل الضمائر بتاخد فعل مفرد مش فعل جمع، ودايما بعوض عنها بضمير جمع مش بضمير مفرد، الا طبعا everything something بعوض عنها بit ما بعوضش عنها بضمير جمع. Thank you very much for watching.